حل العيد في هذه السنة على لبنان صامتاً، مفتقداً لضحكات أطفال كانوا يجوبون الملاهي ولمة العيلة كما يصفها اللبنانيون. يعني أول شيء للعالم، والثاني العالم ما معها مصاري بهالأيام والحالة صعبة. لم تكن إجراءات فيروس كورونا هي العائق الوحيد أمام اللبنانيين، بل رافقتها أزمة اقتصادية منعت كثيراً من العائلات من فرحة العيد وسط ارتفاع مجنون للأسعار، مما جعل البحر الملجأ الوحيد للبنانيين مع أطفالهم، وطبعاً ضمن شروط الالتزام بقواعد السلامة ومسافات الأمان. بس بضمن نطاق الحجر وضمن نطاق أنه أنت ما قادر تروح على أي محل أنت بدك إياه، ما قادر أنت تعيد مثل ما لازم مثل كل سنة، أكيد لا مش مثل كل سنة. حتى يعني بدل ما تجيب له للولد فوجين او ثلاث فواج او تجيب له جيفت او شيء، ما بقى قادر يعني، عرفت يعني. انجا جبنا لهم قطع تعيد انه كرمال ما يحسوا انه في فرق، عرفت كيف؟ بالنهايه هو اطفال كمان. صرنا ثلاث اشهر فرد حبسي بالبيت وفرد، فالجو كله صار كئيب بالبيت، فواحد يطلع يغير جو يعني بعيد عن العالم. لو ما كناش فاضي الا ما قعدنا، لو في عجقه ولو فيها العالم ما كنا شجعنا ونزلنا. ربما كان عيد هذا العام الأصعب على معظم الدول العربية والإسلامية، خصوصا تلك التي تواجه أشكالا مختلفة من المآسي كالحروب والتهجير ومشكلات اقتصادية متنوعة، لتتوج هذه المآسي بجائحة كورونا التي شلت الحياة وسرقت فرحة العيد من لبنان كغيره من البلدان العربية.